أنا معاكم دلوقتي لو مستعجلين هتعرفوا أهم الأخبار في فقرة أخبار على السريع. اليوم السابع، فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمي بعد رفض إرسال بطاقة كهرباء للبرتغال. سوبر كورة، زيزو يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها. الوطن، الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لإطلاع برا وإقبال ضعيف على التذاكر. الفجر، النجم الساحلي يراسل الأهلي من أجل حل أزمة كوليبالي الهارب. بطولات، مدرب الزمالك يعلن غياب 8 لاعبين عن مباراة ديكاداها ويؤكد تأهيل السوبر الإفريقي في صالحنا. اليوم السابع، جهز الإسماعيلي يمنح لاعبي الفريق إجازة 3 أيام للاحتفال بالعيد. البوابة نيوز، الأهلي يرفض مغالاة مازيمبي الكونغولي لبيع موليكا. اليوم السابع، الزمالك يستعين بصفقات الصيف في ضربة البداية الإفريقية. سوبر كورة، فرج عامر يشكر محمد حمدي زكي ويؤكد سموحة فائز من رحيله. اليوم السابع، المصري يواجه التقدم السعودي وديا اليوم بالإسماعيلية. سوبر كورة، وادي دجلة يحصل على توقيع ثنائي الأهلي محمد شريف وعمار حمدي سرًا. الوطن، 3 مباريات المقاولون في كرواتيا استعدادًا للموسم الجديد. سوبر كورة، هشام محمد بيحسم مصيره في الأهلي مع سيد عبد الحفيظ. الوطن، اجتماع الأهلي فتح باب التبرع بالدم لمصابي معهد الأورام واعتماد عقد كاميلا. الفجر، لاسورتي بيحذر لاعبي الأهلي من بطل جنوب السودان. بطولات، محمد محمود، كذبت على طبيب الأهلي لأستمر في الملعب بعد إصابتي وبكيت عندما شاهدت لحظة خروجي. كرة، سمير عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة. بطولات، ميدو أثق في الفوز على الزمالك بكأس مصر ومحمد إبراهيم عملة نادرة. كرة، صراع مصري على مدافع الإفريقي التونسي. الفجر، رسميا الإسماعيلي يضم محمد حمدي زكي. البوابة نيوز، إدارة إم بي تتفقد قطاع الناشئين وتحفز اللاعبين قبل انطلاق الموسم. سوبر كورة، لاسورتي يطالب ديانج باستغلال الفرصة في الأهلي. كورة، بيراميدز يقدم التماسا للكاف لقيد لومالا وعطوة.